وش يبغون فيني؟ يقول قول اي والله اني عزيز ولا لحقني ملاب والطيب اقدره والخبل متجاهله امشي على الارض لو اني رفيع المقام لو ان دنياي من لذاتها قاحله واللي يعرف الحلال يعرف ويش الحرام واللي عشق الطريق الصعب يتساهله انا اكثر انسان في الدنيا عطى الاهتمام لاشخاص في ذمتي ما هي بتستاهل والله الله صح لسانك صح تبدا هذه من كلماتك الله الله اشوى احضرها ان شاء الله ان شاء الله باذن الله انا بدي انا